للماء العديد من الفوائد، فهو يخلص الجسم من السموم ويحمي المفاصل وأعضاء الجسم، ويساعد في نقل الغذاء للخلايا، ويساعد في عملية الهضم، وبالتالي يحمي من الجفاف. ولكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، فكما للماء فوائد كثيرة، فإن الإفراط في شربه يؤدي إلى أضرار كثيرة أيضا. يؤدي شرب الماء بكثرة إلى فرط سوائل الجسم أو ما يسمى التسمم بالماء، الذي ينتج عنه انخفاض واضح في مستوى الصوديوم وانخفاض مستوى المواد الكهربية فجأة، الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة في حالات نادرة. الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التسمم المائي هم مرضى الكلى، وخاصة في الحالات المتقدمة من المرض، فتكون الكلى غير قادرة على العمل بشكل صحيح، كما يكون الرياضيون عرضة أكثر لهذه المشكلة بسبب ازدياد الفرصة في انخفاض مستوى الصوديوم عن المستوى الطبيعي بسبب زيادة معدل التعرق عندهم. يزداد خطر حدوث المشكلة أيضا عند الأشخاص المصابين بالفصام، ويحدث ما يسمى بفرط العطش، الذي يحدث بسبب اضطرابات نفسية. يحدث تسمم الماء في حال شرب كميات من السوائل أكبر من قدرة الكلية على التخلص منها، فوجود بعض الأمراض كأمراض الكلى والكبد والقلب يزيد خطر الإصابة أيضا. أضرار شرب الماء بكثرة. إليك بعض أضرار الإفراط في شرب الماء. انخفاض مستوى الصوديوم. يتراوح المستوى الطبيعي للصوديوم في الجسم بين 135 إلى 145 ملي مول لكل لتر، وفي حال انخفاض النسبة عن 135 يدخل الجسم في مشكلة انخفاض صوديوم الدم، وتقسم مراحل انخفاضه إلى أولى ومتوسطة وشديدة. في المراحل المبكرة تظهر بعض العلامات مثل الصداع والتشويش، وفي حال انخفاض الصوديوم بشكل أكبر تزداد الأعراض سوءا، فيحدث التالي: تشنج العضلات، نوبات الصرع والإغماء، ارتفاع في ضغط الدم، ازدواج الرؤية، فقدان التركيز، وضيق التنفس. تجمع سوائل حول الدماغ. عند انخفاض مستوى الصوديوم في الدم تنتقل المياه من خارج الخلايا إلى داخلها، مما يؤدي إلى تجمع الماء داخلها وبالتالي انتفاخها، ويكون الخطر الأكبر عندما يحدث تجمع السوائل في خلايا الدماغ، بحيث يزيد الضغط في الجمجمة وتبدأ الأعراض بالظهور من صداع وغثيان واستفراغ. الوفاة. من الممكن أن تؤدي كثرة شرب المياه إلى الوفاة في الحالات المستعصية التي لا يتم علاجها بشكل سريع. كيف يتم علاج فرط المياه أو التسمم بالماء؟ أولا، يجب قطع شرب الماء أو أي سوائل أخرى. يقوم الطبيب بإعطاء مدرات البول وعلاج السبب المؤدي إلى تجمع سوائل في الجسم، إيقاف الأدوية التي تزيد الوضع سوءا وتؤثر على كمية السوائل بالجسم مثل الإيبوبروفين والنابروكسين وحبوب الكورتيزون وبعض أدوية السكرية والضغط. يلجأ الأطباء أحيانا في الحالات الخطيرة بتعويض الجسم بالصوديوم نتيجة الانخفاض الشديد. الكمية الموصى بها يوميا من الماء. لا يوجد قاعدة محددة لتحديد كميات شرب الماء، فهناك عدة عوامل تؤثر في حاجة الجسم للماء كالوزن والنشاط البدني وحرارة الطقس. يتم اعتبار الشعور بالعطش العامل الأساسي لحاجة الجسم للماء للحفاظ على مستوى الرطوبة، وكما يكون لون البول مؤشرا على نسبة الرطوبة فيكون شاحبا في حال الترطيب الجيد ومائلا للون الداكن في حالة عدم شرب الماء بشكل كاف. بشكل عام يوصى بشرب من 3 إلى 4 لترات من الماء للرجال يوميا، ومن 2 إلى 3 لترات للنساء، وتزداد الحاجة في حالات الحمل والرضاعة، وتكون الحاجة أكبر من المياه عند الرياضيين وفي حالات الاستفراغ والإسهال. يقوم بعض الأشخاص باتباع قاعدة 8 مضروبة في 8، والتي توجب شرب 8 أكواب من الماء يوميا، ولكنها قاعدة غير مبنية على دراسات وأبحاث متخصصة. ولكن وحسب دراسات أخرى يمكن تقدير كمية الماء اليومية اعتمادا على كمية السعرات الحرارية، فمثلا في حال حاجة الشخص إلى 2000 وحدة حرارية يوميا فإنه يحتاج إلى 2000 ملي من الماء يوميا. ويجب التنويه على مرضى الكلى وضعف عضلة القلب بالحد من شرب المياه وأخذ الكميات التي يوصي بها الطبيب فقط. وبشكل عام بعض الدراسات تنصح بعدم تجاوز من 8 إلى 10 لترات من الماء في اليوم.